السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم أبو الوليد. أعرض لكم اليوم جيب لاند كروزر معدل من الداخل، زي ما أنتم شايفين المرتبة الوسطانية والأخيرة مشيولة. طبعا هذه شاشة سامسونج، وهذه شاشة على المراتب. راعيها زبون عندي، عدلنا فيها ما فيها الشاشات، ركبنا الشاشات وركبنا الشاشة الأمامية زي ما هو مبين، ركبنا شاشة الرود روفر، نظام تشغيل أندرويد اللي معروفة بجودتها، وأفضل شيء إلى الآن شاشة أيباد لاند كروزر أيباد ماركة رود روفر. التخشيب طبعا كان وكالة، التنكيل الفضي هذا عدلنا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آله. الفكرة اللي اشتغل عليها العميل، طبعا في بعض الشغل اشتغلوا برا، وحبيت ان انا اطرح الفكرة على بعض الاخوان ونشوف ايش رأيهم بالشغل. طبعا هذه جلسة بالكرسي الاخراني هذا الاخير، هنا طاولة تحط فيها الشاي، طبعا هناك اشياء تحط فيها علاقيات كذا، تحط فيها الموية، تحط فيها شيء ثبته بنفس الطريقة هنا. تمام، يعني شغل نظيف، شغل نظيف حق بر. طبعا هذا التلفزيون لو سألوني الأخوان كيف يشتغل، التلفزيون هذا عن طريق ريسيفر، الريسيفر هذا اللهم صل على محمد وعلى آله، فيه أكثر من 700 قناة. الريسيفر طبعا يشتغل عن طريق الواي فاي، لازم يكون عندك واي فاي في السيارة وتشبكه ريسيفر جديد. هذا يمكن بعض الاخوان مر عليها الريسيفر، الريسيفر موجود ومثبت تحت زي ما هو مبين هنا. هذا الريسيفر تقترن فيه اقتران عن طريق شبكة اذا عندك هواوي او كذا، ويطلع لك هنا القائمة.